السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة، وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نفاق؟ رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم. والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قوي، لكن لما كان يتكلم على بعض الغموض عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب، عرفت؟